لو الناس عاشت بالتعاليم الموجودة في الموعظة على الجبل لتحولت الأرض إلى سماء. طبعا جاء السيد المسيح لكي ينقل اليهود بفكرهم من حرفية الوصية إلى روح الوصية. كان دايما يقول الحرف يقتل وأما الروح يحيي. علشان كده نلاقي ربنا لما جه وتجسد جه عشان يعلم الناس ازاي يحبوا بعض، وقال مش بس ان الناس تحب بعضيها او حبوا بعضكم بعضا كما احببتكم، لكن احب ان هو يرتقي بالبشرية الى ما هو اسمى، وقال احبوا اعداءكم وباركوا لعنيكم واحسنوا لمبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. ربنا عايز الإنسان يعيش بكل الحب ويعيش أيضا بكل التسامح، وجه في الوصية على الجبل ونبذ العنف وقال لا تقابل الشر بالشر بل قابل الشر بالخير. وأراد الله أن يعيش العالم كله في سلام، وقال أيضا طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون.